معاك فلوس عايز تستثمر وارد، فلوس نص نص وارد، فلوس قليلة وارد. طب معاكش فلوس، دي فكرة بقى برضو، ازاي استثمر وانا معيش فلوس؟ دي فكرة عظيمة، فكرة رائعة، فكرة مبهجة، فكرة تخليك عايز تزقطط كده. ايه ده، ممكن استثمر واكسب وانا معيش فلوس بيقولوا؟ طيب تعال نشوف ازاي الشباب في مصر من الممكن جدا ان هم ينجحوا في اختيار مشروعات وتوظيف قدرات باقل قدر ممكن من الفلوس او من غير الفلوس. خلونا نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو بعد اذنكم. دكتور حسام فرحات، استاذ الموارد البشريه بالجامعه الامريكيه، منورنا دكتور. اهلا وسهلا. ودالي عبد النبي، رائد الاعمال. ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. هو احنا ممكن نستثمر من غير ما يبقى في معنا فلوس؟ طبعا طبعا طبعا، لان احنا الاستثمار بيكون بداية في الطاقات البشرية. احنا عندنا الموارد البشرية، يبقى احنا احد الموارد هي الفلوس، واحد الموارد هي الافكار. حلو. فكل انسان ممكن يستثمر بفكره ويقدر في النهاية يحقق عائد ينفع له وينفع البلد. فاذا مش لازم ان كل مشروع يبدأ برأس مال كبير عشان يبقى مشروع كبير، بل بالعكس كل مشروع لازم يبدأ بهدف. يبقى رؤية عندي، أنا شايف إن في فرصة إنها ممكن تنجح، أشوف المسار اللي هاخده عشان أنجح الفكرة، وأنا ماشي على الطريق وعيني على الهدف أتأكد إني بصلح طريقي طول ما أنا ماشي. يعني كل ما ألاقي إن أنا بعدت عن الاتجاه اللي أنا نفسي أوصله أفضل أصلح الطريق لغاية لما أوصل للنقطة دي. زي ما زمان كان في البراميل في البحر، لما كانت الناس بتعوم بتتسابق لغاية البرميل، طول ما في برميل يعني في هدف. صح. فالناس بتتسابق وبيعوم لغاية الهدف. لو الهدف اتشال السبق هيقف أو الناس مش هتوقف عوم، وبالتالي ينتفي الوصول للهدف إذا ما كانش فيه هدف. يعني ساعتها أنا بهدر الطاقة وأنا مش عارف أنا رايح فين. وأنا مش عارف أنا رايح فين بالظبط كده، فهيقعد يعوم لغاية إيطاليا لغاية لما يخلص البحر. ما هو بالظبط يعني هيغرق في السكة. وهي دي الفكرة، ان احنا لازم نحدد هدف. الهدف ده لازم يكون له ابعاد، لازم يكون له مواصفات. المواصفات دي كده بنقول ان هي لازم تكون، الهدف يكون محدد، ممكن قياسه، عارف انا بعمل ايه، نمرة ثلاثة ممكن اوصل له، وحاجة عقلانية يمكن كده. والأهم من ده وده إنها يكون لها زمن وقتي محدد، يعني لازم أخلص أو أوصل للهدف ده، لازم أحط له خط زمني لتحقيق الهدف. ليه بقى؟ لأن إحنا دايما بنقول في الجامعة لما الولاد بيذاكروا قبل الامتحان ب15 يوم، لو حركنا الامتحان شهر هيذاكروا إمتى؟ برضو قبل 15 بس. خلاص هي يبقى صح. اتفقنا. يبقى هي الفكرة كلها إن إحنا لما بنحط الوقت بنجبر الإنسان على إن هو يعمل ويشد عشان يلحق يوصل لهدفه في الوقت اللي هو بيفكر. هنا بقى أروح لدالي، تجربتك إيه في مسألة الاستثمار كرائد أعمال؟ بص، أنا مقتنع بحاجة مهمة جدا، إن أهم مشروع أنت تستثمر فيه هو أنت، هو الشخص نفسه، الإنسان نفسه ذاته. معنى الكلام ده إيه؟ يعني إن أنا أبدأ أفتح المشروع ده ستيب أو خطوة من ضمن خطوات كتير جدا في مجال الشغل لازم أمر بيها عشان أبدأ أفتح مشروع ويكون مشروع ناجح. طيب خلينا نتكلم في نقطة الشغل وإيه المراحل اللي أنا أبدأ بيها شغل عشان أوصل للمشروع. مش بتخرج بفتح مشروع على طول. خلينا نقول إن الشغل أصلا بيمثل 30% من حياتنا، إحنا حياتنا بنقضيها تلتها في الشغل. طيب الشغل ده أصلا عبارة عن إيه؟ الشغل ده عبارة عن مهارة أو سكيل عندي أنا دقينها كويس جدا وعلى درايه كامله بيها وحابب اوظفها عند شخص او مؤسسه عشان اخد عائد مادي او مقابل مادي ومزايا تانية. طيب انا لو مش عارف السكيل او المهاره اللي عندي دي، هل هقدر ان انا اطور منها او استثمرها؟ لا. طيب بالنسبه للشغل، هو في كذا نوع من انواع الشغل مش بس المشروع. يعني في الفول تايم جوب اللي هو الدوام الكامل، في شغل عن بعد اللي هو الريموتلي، في شغل الفريلانسنج اللي هو العمل المستقل، وفي ان انا افتح المشروع الخاص بي. فانا من وجهه نظري الشخصيه ان انا لازم اكون مكتسب خبره كويسه، واكون شغال في مكان او مؤسسه بكتسب منها خبره لا يقل عن من 3 لـ5 سنين عشان يبقى عندي درايه كامله ومعطيات المشروع اللي انا هبدا افتحه، عشان ابدا افكر واعمل دراسه جدوى للمشروع. انت عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ انا بقول لحضرتك انا اهم حاجه دلوقتي ان انا ابقى عارف انا عايز ايه. هل انا
عايز افتح مشروع، هل انا لسه متخرج مؤهل ان انا افتح مشروع ولا لا؟ هي دي النقطة. انا اشتغلت في وظيفة في المسار الوظيفي الخاص بيا، وشفت حددت بالنسبة للقياس المسميات الوظيفية الموجودة، شفت ايه الـ HR ده بيتكلم عن ايه، والسبلاي تشين يعني ايه، وشفت مجال البيزنس ديفلوبمنت. انا لسه مش عارف انا عايز ايه، لسه متخرج. فبعدين استقريت ان انا لا، انا المجال الـ HR اللي انا حابه بالنسبة للسمات الشخصية هي ملائمة جدا ليا، وبالنسبة لطموحي والشغف بتاعي فمجال الـ HR هو انسب مجال ليا. حلو. فبدأت ان انا اخش في مجال الـ HR واخد خبرة منه. بعد ما خدت خبرة كافية وعملت النتورك العلاقات اللي احنا هنرجع لها كمان شوية، بدأت افتح المشاريع الخاصة بيا في مجال الـ HR، شركة وشركة جابت شركتين وهكذا. طب دي حاجة فكرة كويسة خالص جدا، يعني انا استثمرت في مخي وفي مهاراتي عشان اقدر افتح شركة او اتنين او تلاتة، يا رب يبقوا مليون. صحيح. صحيح. نجيب ساويرس عنده 501 شركة ما شاء الله، صح ولا ايه؟ ما شاء الله. هو لو شايفني هيقول لي اذا كانوا صح ولا غلط، بس انا متذكر انه مره قال لي الرقم ده 501 شركه. طب ده هنا هيرجعني للدكتور حسام، يعني مهاراتي وخبراتي تمكنني ان انا افتح شركه. طب معيش الفلوس بس عندي الخبره وعندي المهاره، هعمل بيهم ايه؟ ما انا معيش مبلغ. تمام. بص يا استاذ يوسف، ما احنا لازم، ربنا سبحانه وتعالى عندما قسم الارزاق على الناس قسمها بالعدل وليس بالتساوي. يعني ايه؟ يعني خلى ناس طويله وناس قصيره، ناس معاها فلوس وناس معاها عقل. وبالتالي كل بني ادم لازم قبل ما يبتدي يقول انا هشتغل او هفتح مشروع او حتى هشتغل عند حد، لازم يعمل لنفسه يشوف هو بيعرف يعمل ايه وما بيعرفش يعمل ايه. يقيم. صحيح. يقيم ايه اللي بيعرف يعمله، اللي هي نقاط القوه عنده، هو بيعرف يعمل ايه، ايه الابداع اللي عنده. لما نيجي نكلم حضرتك، حضرتك راجل متحدث عام قادر على التواصل مع البني ادمين، اذا دي نقطه قوه ممكن ان اوظفها فاصبحت اشتغل. حلو كده. صح. يعني العمليه بسيطه خالص، ليه في 108 مليون مصري تاني ما اشتغلوهاش؟ لانه ما عندهمش دي، انت اكتشفت انها عندك ووظفتها. يبقى كل بني ادم لابد ان هو يعرف ما يجيده، اللي احنا بنقول عليه اللي بيعرف يعمله واللي ما بيعرفش يعمله. قوي الفرص المتاحة لا تأتي بالصدفة، يبقى لازم كل بني آدم مننا قاعد يبص حواليه عشان احنا ما بنعرفش نعمل الفرصة. في ناس بتتخيل انها بتعرف تعمل فرصة، احنا ما بنعملش الفرص، احنا بنكتشف وجود فرصة. يعني الفرص موجودة، هي موجودة، احنا بنخترعهاش، لكن احنا اللي بنشوفها. وبيقولوا بقى كده، يعني بيقولوا ايه بقى؟ معلش انا هقولها بالانجليزي، مش قلطه والله. اتفضل. يا دوس هو سي ذا انفيزيبل كان ريتش ذا امبوسيبل. يعني الناس اللي بتشوف حاجه الناس الثانيه مش شايفاها بيوصلوا يعملوا المستحيل، مستحيله. فيبقى هو كل، يبقى الفرص قاعده بس احنا اللي مش شايفينها. يبقى كل واحد يدور لو لقى فرصه، هل الفرصه دي تناسبه ولا ما تناسبوش؟ اصل مش كل فرصه تنفعني. بالظبط كده. صح كده فعلا. فيبقى هو لو تناسبه، تناسب قدراته او مهاراته زي ما حضرتك تكرمت في الاول، بمهاراته هو عنده مجموعه من المهارات، المهارات دي تنفع لهذه الفرصه ولا ما تنفعش لهذه الفرصه؟ لو تنفع يبقى هو بيمشي على طول وبيدور على اللي يكمل بيه. يعني ايه؟ يعني انا عندي الفكره، طب انا ادور على واحد يكون معاه فلوس. احنا بنتكلم على حضرتك لسه بتقول على انك بتسوي 501 شركه ما شاء الله. نفسي اعرف واحد ليه مش 500 يعني، يمكن عشان يعني اي حاجه مش 500 بس. ال 501 شركه دول هو مش عاملهم كله. هو في، كان في منهم 300 بني ادم عنده فكره وما كانش عارف يعملها ازاي، فلجأ له، اصبح هو يمول وصاحب الفكره، هو صاحب الفكره، وتطلع مؤسسه، هذه المؤسسه بتبقى ناجحه. نخش بقى 60-40 على طول، جري على طول. صحيح. وتبتدي وتجري. يبقى كل واحد لازم الاول يبقى عارف هو ايه نقاط قوته، وعارف ايه النقاط اللي ما بيعرفش يعملها، ويبحث عن اللي يكمل هذه النقاط. لو لقاه خلاص يبقى هو صاحب الفكره، قام بمشروع بالفكره من غير فلوس. شركات العربيات، انا مش عايز اقول حاجه عشان ما تحسبش، العربيات بتاع اللي هم اللي بتوصل للناس، ايوه، ما عندهاش ولا عربيه. صح. يعني ما عندهمش اكبر فلوس. اسطول تاكسيات من غير ما يبقى عنده ولا تاكسي ولا يعني. وشركه ثانيه اكبر اسطول عقارات من غير ما يبقى في عنده عقار ولا شقه طبعا حتى. ولا الهوا ولا اوضه. ايوه. وبالتالي بقت الفكره، طيب هو ايه الفرصه؟
انا اقدر استثمرها ازاي باقل فلوس ممكنه وكمان اقل مجهود ممكن، وهو ده النجاح. حلو، ارجع لدالي. هل المهارات والافكار النيره تعمل ثروه ولا تجيب فلوس؟ اصل تفرق تعمل ثروه ولا تجيب فلوس. طيب خليني اقول لك خمس حاجات عشان ده يبقى ريفرنس الناس ترجع لها. احنا دلوقتي في فتره التحول الرقمي، كل حاجه راحه على التحول الرقمي. فعايز اقول لك ان في صناعات كتيره جدا جدا اتجهت لمجال الاونلاين. ففي خمس مجالات انت ممكن تعمل فيهم ملايين حرفيا. زي ايه الخمس مجالات؟ مجال البروجرامينج، الكودينج زي الديزايننج او الويب الابلكيشنز ديفلوبمنت، تطوير المواقع وتطوير الابلكيشنز اللي موجوده. في مجال تاني جرافيك ديزاينر، مجال تالت الخاص بالويب ديزايننج ان انت تقسم ويب، السوشيال ميديا ماركتنج. كل المجالات دي انت ممكن تعمل منها ملايين. قفلتها في وشي، انا كل الحاجات دي مش علاقه بيها. ليه؟ لا طبعا. مفيش مثلا مجال المذيع، مجال الصحفي، اي حاجه. طب خليني اسال حضرتك سؤال دلوقتي، هل عشان انا ابقى اخد فرصه معينه عشان المجال ده شائك والناس كتير جدا مقتنع بيه وهو غلط، هل عشان اخد وظيفه معينه او عشان افتح مشروع معين لازم يبقى عندي واسطه؟ مش بالضروره، وارد. ووارد لا، ووارد الواسطه دي تبقى في محلها ووارد في غير محلها. الشطاره عندك قدره على النجاح والاستمراريه. صحيح. ولا الواسطه دخلتك وسيادتك فضلت قاعد ما بتعملش حاجه، محلك سر. يعني الواسطه هي ممكن تكون سبب ان انا الاقي وظيفه بس مش هتضمن ان انا اكمل فيها. لا تضمن النجاح. صحيح. فالواسطه او الفرص كلها متاحه وموجوده. انا عايز اقول لحضرتك ان 75% من الوظائف او الفرص اللي بتبقى موجوده بتبقى او بيتم يعني تقفلها عن طريق ترشيح ريفيرلز. انا اعرف حد معين بيعمل مهاره معينه شاطر فيها، اعرف مذيع كويس فانا برشحه، مجرد الترشيح. وبعد كده هو بنفسه لو مهاراته ومؤهلاته بتسمح ان هو يبقى اكسبتد او مقبول في الوظيفه دي او لا، هي اللي بتحددها في الانترفيو. حلو. طيب عشان بس الناس كلها فاكره ان مصر لو تعرف واسطه فانت اشتغلت او اتعينت او عايز اقول لحضرتك ان المؤسسات الكبيره دلوقتي بتعمل حاجه اسمها الفرصه الوظيفيه العادله، الفير. بيعمل اعلان او بيعمل مسابقه او بيعمل منشور ان هو محتاج وظيفه معينه او هيفتح مشروع معين، وبيحدد فيه الشروط المطلوبه منه والناس كلها بتقدم. بيبقى المعيار الوحيد هو الكفاءه، حضرتك كفء ولا لا؟ صح. كفء يعني مهاراتك، انت هتقدر تفيدني ولا لا؟ هتقدر تنتج ولا لا؟ هل بتعرف تعمل الشغل ده فعلا ولا لا؟ هختبرك اكيد. اصل انا مش هجيبك عشان تخسرني لمجرد انه والدك صاحبي. بالظبط. يعني ولا حتى اخويا، مش بس الناس صاحبي. كلها بتبص للربحيه والانتاجيه، البرودكتيفيتي والبروتوفول، ان دلوقتي انت تبقى الحاجه دي بتطلع بروفيت ولا لا. بس عايزين بس نقفل موضوع الواسطه ده عشان كان شائك على السوشيال ميديا. الناس كلها بتشتغل بالواسطه. ده موضوع تافه يعني. حقيقي. يعني انا الناس اللي هي صادمه جدا في ردود افعال، موضوع تافه جدا. ويمكن هو ده اللي كنا فعلا بنتكلم فيه، بعيدا حتى عن مساله واسطه ولا مش واسطه ولا بتاع، القدره على النجاح. طيب هرجع تاني لمساله قدرة على النجاح بأفكار نيرة وذكية تجيب فلوس. أحد برضو المليارديرات مرة قال لي جملة بنت لذينة جدا، قال لي هو أنت متصور أن أنا كل قراراتي صح؟ فضحكت قلت له أكيد، أمال عملت المليارات منين يعني؟ قال لي إطلاقا، أنا باخد في الأسبوع فوق 60 قرار. قلت له تمام. قال لي اللي صح فيهم 6. قلت له مش معقول. قال لي مش بس كده. طب انا بفهم في كل الشركات اللي انا فاتحها؟ قلت له لا، هدي بقى الاستحاله. قال لي بالظبط، لكن انا جايب اللي بيفهم. اللي بيعرف. صحيح. اللي بيعرف ده كده صح، اللي بيفهم اللي بيعرف. وبالتالي اصبح اللي بيفهم اللي بيعرف ده قادر على تحقيق الثروه من تعاونه مع صاحب راس المال. صاحب المال. صحيح. يبقى كل واحد فيهم بيكمل الاخر. وهي دي الفرضيه اللي انا عملتها من دقيقه. ان لازم كل واحد يدور على ايه الحاجه اللي ما بيعرفش يعملها ويجيب حد بيقدر يعملها ويتكاملوا هما الاثنين. دايما في الشراكه ما ينفعش ان اثنين شبه بعض يتشاركوا. صحيح. لازم كل واحد فيهم يكون في مجال، او لازم كل واحد فيهم يكون نابغ في حاجه. لان ايه الشطاره ان انا اتشارك مع واحد زيي؟ يعني انا شاطر. طب هنكمل بعض في ايه؟ هنعمل ايه؟ وزي ما حضرتك هنا كده، ما هو حضرتك هنا في مخرج طبعا، في حضرتك طبعا. ما ينفعش يبقى في 20 موزيك والتصوير والكذا، يعني كل دول بيعملوا فرقه، والفرقه دي هي اللي بتعمل النجاح. صحيح. من اصغر واحد لاكبر طبعا. واحد. صحيح. يبقى لابد ان احنا فكره العمل الجماعي
هو ده اللي رايح له العالم كله دلوقتي، ان احنا مفيش حاجة اسمها انا عارف كل حاجة وانا هعمل كل حاجة وانا صاحب كل حاجة، لا، لازم ابقى قابل فكرة ان انا اكون ترس في آلة، ممكن تكون الترس ده هو اللي بيفكر، وبالتالي الواحد بيحط الفكرة اللامعة، وفي واحد مفاوض بارع، في واحد مثلا راجل بتاع اي تي وتكنيكال سوليوشنز فده اللي بيظبط كل الكلام ده، وفي واحد كونكشنز الى اخره بالظبط، وبالتالي يبقى احنا عملنا تحكمنا في مفاصل البيزنس يعني بالظبط كده، كل بيزنس له مفاصل طبعا، لو عرفت تمسك مفاصل البيزنس هو ده الاتجاه للنجاح، هو ده النجاح. طيب اختار فريقك على ذكر فكرة المفاوض، يعني النهاردة يبقى دالي عنده مجموعة من المهارات وأفكار لامعة جدا رائع، بس برضو ما أنا هفتح شركة هاخد مكان وهأسس وهوظف ناس وهدفع فلوس وأوبيريشن وهكذا، فأنت عايز فند هتعمل إيه؟ ما خليني أقول لك فند ده مزل. صحيح، خليني أقول لحضرتك إن دلوقتي بعد يعني من بعد الثورة بقى في حضانات أعمال كتير جدا، وفي أجهزة معنية تبع الحكومة بتساعد الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقدم لهم الدعم الفني التكنيكال، بتعلمهم المهارات وبتقدم لهم الفند بدعم الفكرة. يعني الكلام ده واقعي، واقعي وبيحصل، مش تصريحات، لا لا، مش بنكتبها في الجرايد ولا نقولها في البرامج، لا ده بجد حقيقة. ده بجد بدعم فكرة، لو مش بجد قول، لا لا بجد. وفي برامج أصلا على الـ على الـ في مسابقات بتحصل دلوقتي على التلفزيون، أكيد حركة على دراية بيها، بيختاروا من ضمن بيبقى في كومبيتيشن ما بين المشروعات اللي موجودة فعلا وهل هتفيد المجتمع وبتحقق أهداف التنمية المستدامة ولا لا، وبيدوها فند. وبعد في البرنامج اللي ما عند لميس ماشي، لسه الواحد واخد مليون صحيح ما شاء الله تاتش وود يعني، بس يستاهلهم صحيح، في مخ، دي حقيقه. هي الفكره ان انت زي ما قلت لحضرتك ازاي تبقى عارف انت ايه اللي تقدر تعمله وايه اللي ما تقدرش تعمله، زي ما الدكتور قال، فلازم تبقى عندك سيلف اويرنس، عارف نفسك، اهم حاجه دي، اهم حاجه ان انت تعرف نفسك، انا شاطر في ايه ومش شاطر في ايه، اعرف اعمل ايه، وايه الطريقه ان انا اديفلوب فيها الحته اللي ناقصه عندي. يعني خليني اقول لحضرتك في خمس ست مجالات هي ملهاش علاقه بدراسه معينه او اقدر ابدا فيها بزنس او ابدا فيها شغل، في مثلا زي الاتش ار، انا كاتش ار مش لازم ابقى خريج مثلا كليه معينه، زي مثلا اللوجيستكس، السبلاي تشين، الماركتنج، مش لازم ابقى خريج كليه معينه، بس بدرسها برضو، بتدرسها اي ليرنينج ممكن، او صح ممكن كورسز ودبلومز وهكذا. طيب هنا هرجع لدكتور حسام مره تانيه، يعني ايه اللي او ازاي هقدر انا اعرف ان فكرتي دي فكره نيره وكويسه، او ان انا قاعد عمال بحلم كده وعايش في حاله من احلام اليقظه غير الواقعيه؟ طيب كل حاجه في الدنيا لابد ان يكون لها معايير، بنحط لكل حاجه معيار، بمعنى الفكره دي اولا هو البني ادم عمره ما بيقوم على فكره، احنا اللي عايز يعمل مشروع لازم يعمل 20 فكره وينقي من جوه ال 20 فكره احسن 2 3 اوكي، ويبتدي يبص جوه ال 2 3 دول لغايه لما يلاقي مين فيهم الانسب للفرص المتاحه. دايما اغلب الناس بتفكر في نفسها بس، بفكر انا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه. افرض حضرتك دلوقتي ان انا بارع جدا في ان انا اعمل طرابيش، عارف حضرتك الطربوش ابو زر الاحمر الجميل ده، ابيعه لمين ده؟ لا بس حضرتك صحيح. الفكره ايه؟ ان هي مش مساله انا شاطر في الطرابيش، لا انا كده هاكل طرابيش، يعني هعملها واكلها، هعملها وخلاص واكلها، ما لهاش حل تاني. وبالتالي يبقى لابد ان الواحد يبقى عارف الاول الفكره دي لها زبون، الفكره دي في حد هيستخدمها وهيدفع فيها فلوس ولا لا، او اخترع لها زبون. انا عندي في هذا الامر، انا عندي في الموبايل. هذا الامر، لا انا عندي يعني فكره الخدمات المحمول لما ظهرت ظهرت عمليا مفيش اي احتياج ولا حد بيفكر انه يبقى فيه في جيبه تليفون، مظبوط، فانا خلقت الاحتياج. انا ليا بس ليا نقطه بقى يا استاذ يوسف في الحته دي عشان ده شغلي بقى. ايوه احنا ما نقدرش نخلق الاحتياج، احنا نخلق الرغبه. ماشي، دي مختلفة خالص. حلو. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اغريك تستعمل التليفون. طب ما احنا كنا عايشين من غير تليفون. والله كانت حياتنا حلوة، كانت حياة حلوة جدا. فيبقى معنى كده ايه بقى؟
ان احنا فعلا ما نفتكرش الايام دي بنخلق ما يعرفهاش. هو يبقى احنا بنخلق عند الناس الرغبه، وهذه الرغبه هي اللي بتدفعهم للشراء. فيبقى انا لما بعمل مشروع لازم اشوف هل انا هقدر اخلي الناس عاوزينه ولا لا. هو المهم في الاخر عنده استعداد يحط ايده في جيبه ويديني فلوس. لو عنده لو في كميه كبيره من الناس عندها استعداد تحط ايدها في جيبها وتديني فلوس، انا هتغني. عمليه سهله خالص، لو ما قدرتش مش هيحصل. انا خريج اقتصاد، هو من ضمن الحاجات اللي بنتعلمها هو كل الناس عندها استعداد تطلع فلوس، الشطاره تسحب الفلوس وتجيبها. هروح بسرعه لدي قبل ما اختم، بما ان احنا كنا بنتكلم على المساله بتاعه خلق الاحتياج، او زي ما صححني دكتور حسام خلق الرغبه. أوكي. انت وجهت بدا انك اشتغلت بشكل ما في واحد من انشطتك انك تخلق رغبه ما، او رغبه ما او احتياج ما كانش واضح قوي قدام الناس فنشطته، عارف زي اللي عملوا ابلكيشنز توصيل لحد البيت. صحيح. ما كانش موجود. تكلم في التليفون. صحيح. دلوقتي مش محتاج اتكلم في التليفون، تريرين الحاجه بقت عندي. صحيح. بص، هو انا في مجال الاتش ار حسيت ان الناس عندها الرغبه ان هي تلاقي وظيفه بسهوله. فانا حاولت ان انا اعمل ابلكيشن او ويب سايت او فان بيج اكتر من تشانل، بحيث الناس ينزل عليها الوظائف المتاحه في كل المجالات، بحيث ان الجوب سيكرز او الناس اللي بتدور على شغل تبدا ان هي تسيرش عليها في التشانلز دي. فهو مجال التوظيف شويه مجال صعب وسهل. فمجال التوظيف فيه فرص كبيره جدا في مجال ان انت تكرييت، او الرغبه موجوده فان انت تكرييت سولوشن او حل او تول ان انت تبدا تجيب الناس دي وتوصلها بالناس اللي بتدور على الناس اللي بتدور على موظفين. فانا عملت الابلكيشن ده، او عملت الشانل زي مثلا دالي عبد النبي وزير الشغل، البيج عندي بقت هي عباره عن فوكل بوينت ما بين الناس اللي بتدور على شغل والناس ايه اللي عايزه موظفين. صح. بس فمجال المجال، نرجع تاني لمجال المشروع. للاسف الشباب لازم قبل ما تاخد فكره المشروع او تاخد الستيب دي لازم تبقى عامله دراسه جدوى كويس جدا من الناحيه الماليه، من الناحيه التسويقيه، ومن الناحيه القانونيه كمان، عشان يعني للاسف 50% من الستارت ابس بيفشلوا في اول سنتين. فده رقم مش شويه. فالناس للاسف بتنزل بتقولها بتعوم وهي مش بتعرف تعوم اصلا. فلازم تاخد بالها من النقطه دي كويس جدا في مجال اداره المشروعات. اداره المشروعات. انا سعيد جدا بالفقره دي، لان انا بصراحه مش بس بقى كنت عم مستمتع، انا مستفيد بالكلام اللي عمال اسمعه من دكتور حسام، ومستفيد من الكلام اللي بيقوله دالي. وده بالمناسبه حاجه مهمه جدا، انت دايما تقدر تستفيد، بتستفيد من الاكبر والاكثر والاعمق منك خبره. صحيح. وبتستفيد ايضا من صاحب خبرات مختلفه منك حتى لو كان اصغر منك في السن. فخلينا دايما نبقى ناس، كان زمان كده في مصطلح خليك معقول، خليك بني ادم معقول. مش حاجه اسمها مين اكبر مني مين اصغر مني، الكل له احترامه، بس انت تقدر دايما تستفيد، لانه دايما في ناس عارفه حاجات سيادتك ما عندكش فكره عنها. وماله، خد منهم واستفيد، تعمل بيها ايه بقى؟ ده موضوع تاني. للاسف خلصت الحلقه، للاسف. وبالمناسبه لو كلنا العمر مش هبقى موجود معاكم السبت، بكرة إن شاء الله وفي ذلك حدوتة تبقى تتحكي. بكرة بإذن الله معاكم وبرنامجكم التاسعة. سلامات.